عامل ايه يا كابتن محمد؟ ازيك كابتن محمد؟ عجبك المباراه امبارح؟ يعني انا ما كنتش متوقع ان هي بالسوء ده، يعني قصدي يعني انا كنت متوقعها تبقى سيئه جدا. بس اللي شفته الشوط الاول من الاهلي كان ده طبيعي، ان الزمالك دايما في ماتشات الاهلي بيجي بعد ثلث ساعه او 25 دقيقه، بس طول عمر النادي الاهلي بيخلص في اول 25 دقيقه. الشوط الاول لو كره قفشه دخلت الكره الثانيه دي اثنين كان الاهلي هيجيب ثالث. الشوط الثاني كنت متوقع كده، لان انا عارف ان الاهلي مش هيقدر يكمل شوطين، لان انا عارف ان اللعيبه مجهده ولاعيبه مش قادره ولاعيبه. يعني انت امبارح شفت كره حلوه الشوط الثاني؟ الشوط الثاني كره حلوه ولا كره مثيره؟ لا لا حلوه حلوه. يعني في لعب، يعني في هجوميه، هنا بيهاجم وهنا بيهاجم وده بيضيع وده بيضيع. بس الزمالك عجبني لا ان اللعيبه الشوط الثاني مش قليل قوي في ماتشات الاهلي والزمالك كابتن، اللي تلاقي الزمالك هو مغلوب يرجع ويكسب اثنين. يعني دي في الاهلي دايما لما يجيب جون ما بيخشش فيه جونين او ثلاثه ورا بعض، ما استحاله في ماتشات الاهلي والزمالك. اللي عجبني امبارح في الزمالك اصرار اللعيبه، وده طبعا تراجع النادي الاهلي بدنيا وفنيا وعمل شوط حلو النادي الاهلي. بس الزمالك الشوط الثاني لا ضيع. يعني كفايه كره امام الاخيره دي اللي في العارضه بتاعت يوسف اسامه اللي حطها في القريبه، ودي بحي عليها الشناوي ولو ان هو اداؤه مش قوي في المباراه، ولكن الكره دي بتاعت جون كبير.